البداية دلوقتي طبعا هتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. الأخبار اليوم، الأهلي يطير للإمارات لمواجهة الوصل في خميس المصير، جراحة ناجحة للخطيب، وكارتيرون يطالب بالتعويض في العرض. الأهرام، الأهلي يخوض مران الرئيسي اليوم في دبي استعدادا لمواجهة الوصل على كأس زايد. كارتيرون يدفع بأزار ووليد ومحارب، ويوسف يحذر، والحاوي وسعد يطالبان زملائهم بالفوز. الجمهورية، يتدرب اليوم في دبي الأهلي في رحلة الإنقاذ، أزارو يقود الهجوم أمام الوصل. الأخبار المسائي، الأحمر في دبي لمواجهة الوصل. الشروق، الأهلي في الإمارات اليوم استعدادا لمواجهة الوصل، الاطمئنان على صحة الخطيب، واجتماعات متواصلة لعبد الحفيظ لهيكلة قطاع الكرة. كارتيرون يطالب لاعبيه بمصالحة الجماهير، وجاهزية محارب وكوليبالي. الأهرام، الوصل الإماراتي يحشد قواه لاستثمار نتيجة لقاء الذهاب، وطاقم تحكيم مغربي يدير المباراة. الاتحاد الإماراتية الإمبراطوري يكثف التحضير لاستكمال رحلة اسكندرية.